مساء الخير، يسرني أن أستقبل هذا المساء حول موضوع شديد الأهمية وكثيرا ما كتبنا عنه ولا زلنا نكتب عنه، موضوع الاستبداد في العالم العربي أو الاستبداد العربي في جذوره وفي تاريخه وفي واقعه الآن، وذلك بحضور أصدقاء وزملاء أعزاء جدا. يسرني أنهم قبلوا المشاركة هذا المساء في هذه الندوة التي أرجو أن تتمكن من تغطية هذا الموضوع قدر الإمكان، على أنه موضوع واسع وشديد الاتساع. أيضا حبيب عبد الرب السروري الروائي والكاتب والأستاذ الجامعي، وسلام كواكبي الكاتب والباحث أيضا ومدير مركز الأبحاث لدراسة السياسات في باريس، ودكتور عزام أمين أيضا الأكاديمي والباحث والأستاذ في الدوحة، أستاذ الجامعي، والسيدة أيضا التي ستلتحق بنا رجاء بن سلامة مديرة المكتبة الوطنية في تونس، والأستاذة الجامعية في علم النفس أيضا. في هذه الندوة سوف نتناول عدة محاور أساسية لنحاول قدر الإمكان أن نغطي مختلف جوانب الاستبداد العربي. جذور هذا الاستبداد، أين تكمن هذه الجذور؟ هل هي ثقافية وحضارية بالتالي سابقاً على الأديان السماوية الثلاثة التي عرفها العالم العربي، أم هي الثقافة الدينية وراءها، الثقافة السياسية الدينية، أم هي الاقتصادية؟ ما هو، أين يوجد جذر الاستبداد؟ سوف نتناول أيضا واقع الاستبداد في عالمنا العربي، وسوف نتعرض بعد ذلك مباشرة إلى المفكر الأول وربما الوحيد الذي أشبع الاستبداد بحثا وتحليلا وتفكيكا، أعني به عبد الرحمن الكواكبي، الذي لا تزال كتابته وتفكيره وتفكيكه للاستبداد لم يفقد ذرة من راهنيته. عندما تقرأ عبد الرحمن الكواكبي اليوم تجد كما لو أنه يعيش فيما بيننا. أيضا التجارب المجهضة في عالمنا العربي في محاولات ممارسة الديمقراطية والخلاص من الاستبداد بشكل أو بآخر، وأخيرا الربيع العربي الذي كان بمعنى ما ثورة على الاستبداد لكنه سرعان ما أجهد، وسوف نختم كيف يسعنا الخلاص من الاستبداد. لذلك أود أن أبدأ الحديث مع الزملاء بالمحور الأول، جذور الاستبداد، لأنه يجب أن نفهم من أين أتانا هذا النظام الذي يتمسك بنا بكل شدة وبكل قوة ولا نستطيع عنه فكاكا. عزيزي حبيب، ليتك تحدثنا من وجهة نظرك عن جذور هذا الاستبداد. هل هي جذور ثقافية؟ هل هي جذور سياسية دينية؟ هل هي جذور اقتصادية؟ أم هي في طبيعة الاستبداد الذي سماه كارل فيوجل الاستبداد الشرقي، ونحن جزءا من هذا الشرق الذي يشتمل علينا، مع أنه لسنا فقط في المشرق وإنما أيضا لدينا قسم في المغرب. تفضل أستاذ حبيب. شكرا جزيلا. طبعا نحن جزء من الإنسان بشكل عام، والحديث عن الاستبداد العربي يلزم أولا نتحدث عن الاستبداد كظاهرة إنسانية قديمة، ونبدأ بالجذور الأولى للإنسانية بشكل عام قبل الدخول بالتخصص بالواقع العربي. الاستبداد طبعا بدأ مع ولادة الدول
الاستبداد السياسي مع ولادة الدول في تاريخ الإنسان. لكن لا ننسى قبل كده نوعنا البيولوجي الإنساني هومو سابياس الذي يسمى، يعني يولد في جيناته كل الميول للعدوانية، للأنانية، للسيطرة على الآخر، ميول يعني تتغير مع الواقع في باستمرار، لكنها جزء من تركيب الإنسان باعتبار أنه كانت من البداية هي وسيلة لمزيد من البقاء للإنجاب. كانت الثروة الرئيسية للإنسان هو الاعتداء على الآخر وامتلاكه إلى آخره. طبعا الذي كان يمتلك مقدرات عدوانية وعنيفة ومراوغة وكذب كان أكثر على المقدرة على البقاء والإنجاب، وقاد هذا إلى شرائح كثيرة من المسيطرين، من المهيمنين، من الآلهة الصغيرة قبل ولادة الدول. عند ولادة الدول كانت يعني الاستبداد مرهون أو الجذور الأولى من بعد يعني ما تحول الإنسان اللي كان يسمى القطاف صياد القطاف إلى عصر الزراعة وبدأت تتشكل الدول، لزم يعني باستمرارية الاستبداد والاستمرارية توارث الاستبداد. هناك يعني قوانين عامة إنسانية عامة يجب أن لا ننساها، يعني حتساعد بعدين الحديث عن الاستبداد العربي بشكل خاص. أولها طبعا زي ما أنتم عارفين العنف والإرهاب هو الوسيلة الأكبر لتدمير الذات في المجتمع، لسيطرة على الآخر، لسيطرة على قدرات الإنسان بشكل عام. نفس القانون من كل مكان، يعني معسكر الإرهاب الاستاليني، الإرهاب في أي ديكتاتورية النازية، أو الإرهاب الديني في العصور المختلفة. الوسيلة الأخرى اللي تسمح ببقاء الاستبداد وتوارثه اللي هي الأيديولوجيات والأديان، يعني طرق معينة لفرض رأي معين، رؤية معينة تقدم كأنها الحقيقة المطلقة. أكانت الحقيقة النازية اللي هو ممكن عرق يزود عرق آخر، أو الحقيقة الاستالينية أنه ممكن القضاء على الطبقات وبناء مجتمع بدون طبقات، أو الحقيقة الدينية اللي تقول أنه هناك عالم آخر والهروب إلى حياة ميتافيزيقية كبديل للعجز الدنيوي وحل كل المشاكل فيما بعد. في الوسيلة الأخرى اللي تجعل الإرهاب يعني سائد ومستمر، قصدي الاستبداد، التجهيل، عدم رؤية كيف يعيش الآخر، تجارب الآخر في القضاء على الاستبداد، فرض الأمية السياسية والمعرفية مهمة جدا. وأيضا الاستبداد مبني على منظومة تراتبية من الطغاة الصغار، اللي يعني الإنسان يولد إما ليكون عبد أو ليكون مستبد. والأهم من كذا واللي هو الموضوع الرئيسي لبقاء الاستبداد بشكل استمرار ما تسمى العبودية الطوعية، يعني السيطرة على الآخر والعبودية الطوعية، موضوع مهم جدا. الكتاب الكواكبي مهم جدا، لكن في الغرب مثلا هناك الكتاب حق في القرن السادس عشر 16 كتاب إتيان دي لابوسيه حول العبودية الذاتية، العبودية الطوعية، كيف أن الاستبداد يبقى مش فقط يعني مرتهن على كذب وعلى إيديولوجيات وعلى قمع وسجون وتعذيب، أيضا وأهم من كذا على تحويل الإنسان إلى عبد قابل لعبوديته. العبودية الذاتية مهمة جدا لفهم الاستبداد ولبقاء الاستبداد. كل هذه قوانين عامة للبشرية كلهم. بالنسبة لنا كعرب الآن لا ننسى نحن زي ما أنت قلت ورثاء للإمبراطورية العثمانية، وحتى 1683 كانت الإمبراطورية العثمانية مقابلة الغرب بشكل متساوي عسكريا تقريبا. بعد ذهابها لفيينا فشلت عسكريا، والغرب كان في وضع تعيس، يعني حتى بداية القرن الخامس عشر كان في وضع تعيس، خارج من جائحة ضخمة جدا قتلت نصف أوروبا اللي هي جائحة الطاعون الأسود. وكانت الحضارة الإسلامية أكثر أرقى في ذلك الفترة، وآتية من بيت الحكمة ومن تراث أكبر. لكن تغيرت كل شيء، الغرب مع وجود حكام أكثر تنور وأقل استبداد، أو حتى أحيانا استبداديين متنورين، طلع بسرعة، وخاصة بعد ظهور المطبعة وارتفاع الوعي في منتصف القرن الخامس عشر، لحظة حاسمة جدا. المطبعة اللي حرمت عربيا، عفوا عثمانيا، لأنه يعني في السلاطين العثمانيين كانت مجموعة من
فاسدين وآمارات مستمرة وحياة قصور وحياة في منتهى التعاسة، بينما في الغرب ظهروا حكام آمنوا بالعلم وبالمعرفة، وظهرت أدباء بالذات ومثقفين ناهضوا الاستبداد بقوة وخلقوا ثورة إنسانية. هناك صعود وهناك هبوط، ونحن الآن ورثاء لهذا الهبوط اللي ما زال يعني قائم حتى الآن. لهذا قراءة كتاب الكواكب زي ما قلت كأنك تعيش، لأنه أصلا حياتنا لم تتغير تقريبا في يعني في الأساس، لم يوجد أي قطيعة مع الاستبداد ومع العصور الظلامية هذه الاستبدادية. في هناك كتاب في منتهى الأهمية، كتاب بعد 30 سنة من البحث في هارفارد، قادوا فريق كامل لقادوا ستيفن بنكر، اسمه الجانب الملائكي فينا، كتاب من 1500 صفحة تقريبا، كله إحصائيات حول العنف، تاريخ العنف في كل الإنسانية بدون في كل أنواع العنف. والعنف طبعا جزء من الاستبداد، غالبا المستبد يلقى للعنف، التعذيب، الإرهاب، السجون إلى آخره. تجد يعني الإحصائيات مرعبة جدا في كل مكان في العالم تقريبا باستثناء حتتنا العربية اللي واجهة من العصر العثماني. الهبوط هائل جدا في ممارسة العنف في كل أنواع العنف، ما عدا دولنا واقعنا ما زلنا في نفس النقطة. لهذا لا يستغرب أنه قراءة كتاب الكواكبي في واقعنا ما زال حي، لأنه لم يتغير أي شيء تقريبا. ففي هذا الكتاب أيضا أشياء تساعد على فهم ظاهرة الاستبداد لماذا بقى عربيا. مثلا على سبيل المثال هناك تقرير في 2002 حملته الأمم المتحدة بعنوان للعرب، كتبوه عرب يعني من العرب وإلى العرب، يحلل كل الظواهر كيف رؤية المواطن العربي لكل شيء. فكانت القضية الجوهرية حول الاستبداد قبل ما توقف على المسرح إنه العيب أحد العيوب الكبرى إنه في الجانب العربي هناك ممارسة طوعية لعدم الرغبة على التعرف على الآخر، تجرب الآخر. على سبيل المثال يعني مثلا نتكلم عن الاستبداد والديمقراطية، الإغريق في القرن الخامس قبل الميلاد بنوا ديمقراطية هائلة جدا، نحن على علاقة أقرب بهم يعني على بعد 400 حجر من الإسكندرية من الإغريق. العرب ترجموا كل العلوم فقط بتاع الإغريق، لكن ما يتعلق بالسياسة، بالديمقراطية، ما يتعلق بالأدب ما ترجموش. يعني هناك انعزال ذاتي وبشكل طوعي للجانب الإيجابية في الحضارة الإنسانية والثورة الإنسانية اللي ظهرت حتى فيما بعد. مجموع هذه هو السؤال انه هل الجذور هذه يلي طغت في 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 في, في المنطقه يعني الحفريات الاثريه بينت انه العلاقات كانت قائمه بين مصر الفرعونيه وبين الجزيره العربيه. انا اتحدث قبل مجيء الاديان السماويه، يعني هذه شغله مهمه جدا طبعا. لذلك يعني ولذلك البحث هو عن الجذور قضيه مهمه جدا. دكتورة رجاء، شو رأيك بالموضوع؟ ممكن نسمع شو وجهة نظرك بهذه الجذور. أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم جميعاً. أعتقد أن الاستبداد أقرب إلى طبيعة النفس البشرية من نقيضه أو من نقائذه، أي الديمقراطية أو الديمقراطية أساسا. لماذا أعتقد الأستاذ حبيب أعتقد أنه حلل جيدا الجانب النفسي في الذي يجعل المستبد يجد سهولة في الاستبداد، وقد أحال في ذلك على كتاب لابويسي الذي يعود للقرن السادس عشر، عملية التحويل الأساسية التي قامها بها لابويسي هي التالية: ليس المستبد هو الذي يخلق المستضعفين، هو الذي يخضع المستضعفين أو العبيد، بل بالعكس العبيد هم الذين يخلقون المستبد،
هم الذين يعني يجدون حاجة إلى خلق هذا البطل الذي ربما من الناحية النفسية يذكرهم بالأب، من حيث أن في الحقيقة تكويني ليس في السياسة ولا في التاريخ ولا في السوسيولوجيا، بل في كنت سأقول الآداب لك والتحليل تتحدثين النفسي. كمحللة نفسية، تفضلي. نعم، يعني فرويد مثلا بيّن أن أصول الدين هو هذا التعلق بالأب، بهذا الشخص الحامي، بهذا البطل الذي يحمي الفرد ويؤمنه عند خوفه. كذلك ربما هناك حاجة إلى خلق المستبد لدى المستبد به، هذا من الناحية النفسية. ولكن أعتقد أن هناك عاملا آخر يلعب دورا هاما، هو المصلحة. فالمستبدون يستبدون أو يؤسسون نظاما استبداديا لأن الإنسان في حاجة إلى الأب الحامي، لأن لوجود هذه الحاجة إلى الحامي، وهذه الحاجة إلى الحامي هي التي تفسر فانتازم. أنا أقول فانتازم المستبد المستنير الذي ساد في تفكير رواد النهضة أنفسهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. هناك العامل الآخر هو المصلحة. فالمستبد يستبد لأن له مصلحة مادية في الاستبداد. وهنا أحيل مباشرة على مسألة الأوليغارشي التي هي نقيض للديمقراطية ولكنها تنخر الديمقراطية، الأوليغارشي التي هي سلطة أصحاب الأموال، سلطة الأغنياء. وإلى من أهم ما يهدد الديمقراطيات إلى اليوم ويهدد حتى تجارب الانتقال الديمقراطي كما في تونس، الأوليغارش، الترابط والالتباس بين النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية، أصحاب الأموال وأصحاب السلطة. هذا يهدد حتى أو ينخر، لا أقول يهدد، حتى أعرق الديمقراطيات. يعني هناك هذا يعني أريد أن نبقى فقط في الجذور لأنه سنتعرض للعوامل الأخرى التي تجعل من الاستبداد سائدا في عالمنا العربي. عزيزي عزام، لو تدلي بدلوك أيضا، أنت علم النفس وعلم النفس الاجتماعي كمان، تفضل. صوتك ما في صوت. مساء الخير. أهلا. مساء الخير بالزملاء الأستاذ رجاء والأستاذ حبيب والأستاذ سلام. أشكرك عزيزي بدر. ممكن نعمل مشاكل شوي، ممكن نعمل مشاكل مع جماعة التحليل النفسي، معلش. عارف احنا بعلم النفس الاجتماعي الأعداء، يعني بيقولوا الأخوة الأعداء مع التحليل النفسي. يعني هلا اول شيء انا بوافق الاستاذ حبيب انه الاستبداد هي ظاهرة إنسانية، ظاهرة إنسانية، ظاهرة معقدة جدا، يجب الأخذ بعين الاعتبار تحليل الفرد وتحليل المجتمع وتحليل العلاقات بين الفردية. يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والعوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والعوامل الفردية النفسية. ما فينا نقول إنه جذور الاستبداد هي في النفس البشرية ونكتفي بتحليل فردي نفسي فردي. أرجع لسؤالك، يعني تحدثت بسؤالك عن الاستبداد الشرقي. يعني طبعا هذه نظرة ثقافوية أرفضها، أنا أرفضها تماما وأخالف يعني ماركس في كتابه نمط الإنتاج الآسيوي. يعني بنعرف يعني نحن ماركس وأنجلس كتبوا هذه النظرية وتعرضت للنقد حقيقة، يعني أن نحن شعوب الشرق قابلين للاستبداد وعندنا ثقافة تحضنا على الاستبداد. حقيقة هذه الظاهرة أؤكد أنها ظاهرة إنسانية موجودة في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، في أمريكا الشمالية، وكانت موجودة في أوروبا وموجودة الآن في العالم العربي والعالم الآسيوي. يعني فهذه ظاهرة إنسانية. أنا أخالف
أخالف ما قاله مونتسكيو وحتى المعلم هيجل، يعني معلم راح نقول المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية، يعني أنه الشعوب الشرقية شعوب قابلة للاستبداد أكثر من الشعوب الغربية، واعتبر هو الجرمان يعني هني أرقى الحضارات. يعني أرسطو اللي تحدث مع، لا أعرف من تحدث عن الديمقراطية اليونانية، ولكن أرسطو قسم العالم، يعني هو أب من قال بالاستبداد الشرقي، أنه هناك اليونان المتحضرون وهناك العبيد، وكل من هو ليس يوناني هو عبد. إذن أقول أنه أنا ضد مقولة الاستبداد الشرقي. طبعا للاستبداد أسباب سياسية وأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية ونفسية فردية. هذا ما أصدق. بعد شوي ممكن يعني نحلل كل عامل من هذه العوامل. يعني أذكر فقط عزيزي عزام أنه نحن نتحدث عن الجذور، لم نصل بعد إلى الواقع. يعني تماما، عن قبل جذور، ما قبل جذور الاستبداد، ما قبل جذور الاستبداد هي موجودة في كل هذه العوامل حقيقة، يعني في كل هذه العوامل. طبعا الثقافة العربية الإسلامية حضت على الطاعة وطاعة ولي الأمر تماما كالثقافة الغربية المسيحية. يعني بولس نفسه قال أطيعوا الحاكم لأن سلطته من سلطة الله. كل الأديان حضت على الخضوع والطاعة للحاكم، وكان هناك تحالف بين السياسي والديني، يعني وكان هناك تحالف بين الثقافي والسياسي والديني. يعني طبعا الإنسان بطبيعته، يعني كي يكون، ما هي القوانين؟ ما هي القوانين؟ هي إجبار الإنسان على الخضوع. يعني نحن لو ما في قانون، الإنسان بطبيعته قابل للخضوع ولكن لحد معين. لا أستطيع أن أقول أن هناك علاقة، يعني معلش أنا أختلف مع زميلتي رجاء، تحدثت عن المستبد المستنير، أنه نحن بحاجة إلى أب وبحاجة إلى من يحمينا. يعني أنا ما فيني أتخيل علاقتي بصدام حسين أو بحافظ الأسد بهالطريقة هي، يعني ما فيني أتخيل. فقط أنا هذا ما أريد أن أقوله. هناك جذور طبيعة ثقافية ودينية واجتماعية وسياسية. بحب أذكر فقط لأنه ما سمعت يعني أحدكم أشار إلى مصر الفرعونية. مصر الفرعونية قبل الديانة اليهودية وقبل الإسلام وقبل المسيحية، ولا يمكن أن نقول أن مصر الفرعونية التي هي أسبق أو معاصرة للحضارة اليونانية لم نعرف فيها الديمقراطية، في حين كانت أثينا هي الديمقراطية الوحيدة في بالعالم القديم. مع ذلك رح أنتقل إلى منطق ديمقراطي يوناني. كان في عبيد أيضا. إيه طبعا لا شك، لا شك. ديمقراطية أثينا ليست ديمقراطية اليوم بدون أي شك. تماما. عزيزي سلام، بدي نسمع تعليقك على الموضوع ورأيك أيضا بجذور الاستبداد، لا كحفيد للكواكب، وإنما الآن الكواكب سيأتي بعد ذلك في حصة له خاصة. فعلا أود أن أرى رأيك بالنسبة لجذور الاستبداد في عالمنا العربي، عالمنا العربي قبل أن يكون عربيا. يعني مصر الفرعونية لم تكن عربية، المغرب كلياته شمال أفريقيا لم يكن عربيا في ذلك الوقت. العرب كانوا منتشرين ما بين الجزيرة العربية وبلاد الشام. تفضل. مساء الخير جميعا، ومساء الخير خصوصا لدكتورة رجاء، اللي صار زمان ما تقابلنا، أتمنى تكون هي بخير والعائلة أيضا. سعيد بوجودي معكم وأشعر بأنني طالب من طلابكم لأنكم متبحرون في الموضوع أكثر مني، ولكن أستطيع أن أقول بالاستناد إلى ما ذكرته الدكتورة رجاء من حيث أن الإنسان عنده قابلية للاستبداد. أنا أعتقد بأنه الحديث بتخصيص العرب بموضوع الاستبداد ربما هو يهمنا من الناحية السياسية، ولكن من الناحية المطلقة الاستبداد هو شيء كوني، كمفهوم حقوق الإنسان نتمنى أن يكون شيئا كونيا، ومفهوم الاستبداد هو شيء كوني. يعني حتى اليوم عندما لا يكون هناك مثل ما ذكر صديقي عزام قانون، القانون أحيانا يطبق استبداد وأحياناً يستبد ليطبق الحرية، يعني ليمنح الحرية، لأنك إذا تركت الناس على عواهنها، على يعني على على الشيء الإيني على غرائزهم،
غرائزهم. فلن الفرنسيون لم يكونوا ليقبلوا بإلغاء حكم الإعدام، وإن سرق أحدهم في الشارع فسينهال عليه الجيران بالضرب حتى يقتلوه، وإن قام أحدهم بارتكاب مخالفة ارتأت الجمع أنها سيئة سيقتلوه. وبالتالي الأذى والعنف والاستبداد وكل ما يلف لفهم هم موجودون لدى الإنسان. وأنا أعتقد أن التربية والتعليم والقانون هم من ينقذ الإنسان من الوقوع في شيء غرائزي ليس موجود. يعني أنا بحكي طبعا تحت رقابة المتخصصين في علم النفس، ما بتعدى على مجالاتهم، ولكن عندي شعور، وهذا يمكن ربما شعور خاطئ، بأن الإنسان سيء ليحمي نفسه ككائن معرض للخطر، فهو يشعر بضرورة أن يكون سيئا حتى تأتي الظروف التي تسمح له أن يمارس حقوقه وأن يحمي نفسه بشكل قانوني بدون أن يتعدى على حقوق الآخرين. وبالتالي أنا لا أحصرها بالمنطقة العربية، ولن أذكر تعريف الاستبداد كما ورد لدى الكواكب لأنه قلت لي لأننا سنتعرف عليه لاحقا، ولكنه حتى أشجع على البقاء معنا أكثر، فهو عرف الاستبداد في عدة أنماط، يعني أعطى عدة تعريفات للاستبداد، كل تعريف له علاقة بتصوره لحاجة هذا التعريف للتطبيق. شكرا. شكرا عزيزي السلام. الآن سأنتقل، رغم أنه يعني شفنا إلى أي حد الجذور هي إنسانية أكثر منها إثنية، يعني لا يمكن أن نقتصرها على العرب أو على غير العرب، وإنما هي جذور إنسانية موجودة في كل الحضارات بدون أي شك، إلا من رحم ربك، يعني مثل ما رحم أثينا في 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 فترة من الفترات. الآن واقع الاستبداد في عالمنا العربي، يبدو الاستبداد فعلا كما لو أنه المنهج المفضل لدى النظم العربية على اختلافها، سواء في أشكاله العسكرية أو حتى المدنية. كيف يمارس الاستبداد في عالمنا العربي؟ مباشرة وبلا أقنعة، أم باستخدام مثلا مؤسسات النظم الديمقراطية الحديثة، من مجلس نيابي إلى تعددية الأحزاب إلى تعددية النقابات والصحف، لكن مع تفريغها تماما من كل فاعليتها أو من مضامينها، كما فعل حافظ الأسد تماما، شكلا عندك دولة ديمقراطية، كل المؤسسات الديمقراطية موجودة شكلا، ولكن ليس لها أي فاعلية، وكان استبداد بامتياز. كيف تشوفوا هالوضع؟ كيف العالم العربي خانع لهذا الاستبداد بمختلف أشكاله؟ حبيب. طبعا أسئلة مهمة. أنا كان عندي تعليق حول ما قاله الأستاذ عزام حول الاستبداد الشرقي، لكن حنعود له بعدها. ماشي. يعني الآن أدخل لسؤالك الثاني. إيه. حسيب التعليق فيما بعد حول الاستبداد الشرقي. علق وجاوب على السؤال. أوكي. لا يعني حنعود. حتى يصير في أخذ وعطاء، معلش. قصدي حنعود لموضوع الاستبداد الشرقي أو حنعود له ولا خلاص؟ والله بدنا، أنا عندي رغبة إنه نحكي فعلاً. علاقة الاستبداد العربي بالاستبداد الشرقي. أظن ما قاله الأستاذ عزام أحياناً مش نفس ما قال ماركس بالضبط اللي ذكره، ولا نفس ما قال مونتسكيو إلى آخره، قاموا تحليلات يعني محددة. مثلا صحيح إن أرسطو كان البداية أرسطو كان الإغريق بشكل عام، لما قال جيش الفارس هيدخل أثينا، زعيم سبارتا العسكري قال له يعني أنت فاشل مقدما، هذا الشعب لا يمكن يقبل واحد يحكمه باستعباد، شعب لا يقبل الاستعباد. في القرن الخامس قبل الميلاد كانت أثينا رمز الديمقراطية، وقال له يعني لكن لا تنسى إنه هذا الشعب يخاف من شيء أكثر من خوف شعبك منك، يخاف من القانون. بمعنى آخر كانت جذور الديمقراطية راسخة في ذيك الفترة، وإن كان هناك عبيد بإمكانهم يتطوروا إلى أحرار فيما بعد. يعني إذا عبارة أرسطو كانت في هذا الاتجاه. عبارة بوتوغل كان ماركسي، وكان تحليل ماركسي لا يعني في ضوء ما قال انه هناك الواقع المادي هو اللي يحكم، قصدي علاقه الانتاج هي اللي تحكم كل شيء.
كان مجرد تحليل أنه في المجتمعات الشرقية أنت بحاجة لسلطة عسكرية سلطة استبدادية بسبب الري وبسبب الصحراء وإلى آخره عشان تعمل مشاريع ضخمة جدا مثل الأهرام أو مثل المدينة الممنوعة في الصين أو أي شيء آخر، بحاجة إلى بيروقراط، إلى بحاجة إلى جهاز متشبث، بعكس المنظومات الغربية اللي كانت إقطاعيات وكان من قبل هناك نوع من السلطات موجودة ومتباينة وكل واحدة لها إلى حد ما سلطات استشارية، سلطات الارستقراطية، سلطات يعني سلطات الكنيسة، سلطات الملك، كان في نوع من السلطات وفيها يعني تكامل وإلى آخره، بينما كان في الشرق هناك سلطة راسخة ثابتة كبيرة جدا بحكم البناء المادي اللي في يعني المجتمعات الهيدروليكية التي تلغي الفرد إلغاء تاما كان ولا تعطي أهمية إلا للجماعة. طبعا الآن كل هذه النظريات مثلا تنظرها بشكل اختلف الموضوع طبعًا في طبعًا الشرق طبعًا. اليابان دولة ديمقراطية ممكن تبني يعني الموضوع الجغرافي ما عادوش حاسم مثل ما قال الأستاذ سلام إنه في الأخير الموضوع متعلق بثورة إنسانية للقضاء على الأفكار العبودية وللتحرر من غرائز معينة أو للسيطرة عليها بالقانون. ما لم حنظل في عصر الغاب. ماشي. الآن حعود انتقل لسؤالي حبيبي. انتقل لسؤالك عفوا أيوة. ذكرنا بسؤالك. نحكي إنه الاستبداد كما لو أنه المنهج المفضل لدى الدول العربية جميعا سواء كان بأشكاله المختلفة عسكري أو مدني جمهورية أو يعني ملكية أو جملكية. أيوة. أنا زي ما قلت متفق معك كليا يعني زي ما قلت قبل شوية في كل الإحصائيات اللي في ألف هذا الكتاب كتاب ستيفان بنكر إنه ما زلنا في نفس الجمود يمارس نفس ما كان ممارس من قبل على مستوى التعذيب. التعذيب لم يتغير، كل كربات التعذيب، كل رسومات البيانية للتعذيب عربيا في العقود الأخيرة وإلى ما قبل ما زالت بها إلى حد ما بالقرون الماضية. نفس الحكاية في السجون، نفس الاغتصابات، كل أشكال الاستبداد. ومش كده وبس، ايضا يعني ما هو قريب للاستبداد اللي هو الفساد الى اخره. في كل المجالات ما زلنا يعني صامدين بنفس الوضعيه السابقه. كيف تشكل او قصدي كيف تمارس عربيا؟ انا في رايي اول شيء يعني حديك مثال بسيط كيف تمارس يعني نعمل مقارنات غربيا او في المجتمعات اللي فيها الاستبداد انتهى في المجتمعات اللي الاستبداد ما زالت راسخ. في المجتمعات اللي الاستبداد ما يعني انتهى بسبب مفتاح كبير جدا اللي هو فصل السلطات. هذه مونتسكيو ذكره الاخ كان هو العلاج الاول والاكبر والاهم احد العلاجات الرئيسيه للقضاء على الاستبداد. هكلمك مثال في انا في الجامعه تجربه الجامعه عده عقود زي ما تجربه الجامعات في غزي زي ما تجربة بناء الدولة. هناك سلطات متوازية لا حد يدخل بالأخرى. لما تعمل طلب لشراء شيء أو لمشروع هناك سلطة مالية ما لها أي علاقة برئيس الجامعة مرتبطة بمحكمة الحسابات عندها لوائح تقول لا أو نعم، ما حد حتى ترفض رئيس الجامعة بسهولة إذا كان عمل طلب مخالف للوائح. هناك سلطة قانونية مرتبطة بإدارة التربية وبالقانون لها رأي توقيع آخر لأي شيء ما لهش أي علاقة ولا رئيس الجامعة ولا أي سد ممكن يدخل بشؤونها في العمل التدريسي وفي التعليمي. نحن كمدرسين كأقسام حرية كاملة لا يمكن أحد يدخل بمنهج آخر. فهناك قوة متوازية وهذا موجود من قرنين تقريبا وهذا يضمن أنه لا يمكن هناك فساد، يضمن الإنسان أنه يبدع باستمرار بدون أي قلق عندهش أي شيء آخر. بينما مثلا كمثال يعني كبسيط أذكر مرة سافرت وذهبت لدولة عربية ليلقى محاضرات خلال أسبوع بسبب كان عندهم دعم من مشروع أوروبي لتمويل محاضرات متطورة وإلى آخره ويدفعوا للمدرسين مقابل. أتذكر أن رئيس الجامعة معين على الركن يعطيني فلوس ورقية. أنا مستغرب يعني ما فيش عارف كيف ما فيش أي تمييز بين السلطة المالية والسلطة الإدارية. يعني رئيس الجامعة نموذج لرئيس الدولة، يعني كل شيء مرتبط بشكل كامل يعني استبداد وفساد في نفس الوقت.
اوكي شكرا. يعني اللي عايز نقول انه هذه الصوره هي نفسها للصور العربيه، يعني ما فيش اي فصل بين السلطات، رئيس الجامعه او رئيس القسم او الوزاره كله عبيد صغير للاعلى منه، وفي الراس الدوله رئيس الدوله الشعب ملكه، ولا يمكن تضيع المصالح هذه باي طريقه من الطرق. هذا كان بدايه للاجابه. اوكي شكرا دكتوره رجاء. بما انك محلله نفسيه وهذا اللي حيساوي بينك وبين عزام امين الان نوع من الحوار بين التحليل النفسي وبين علم النفس الاجتماعي، مهم هذا. كيف العرب عم يعيشوا على الصعود السياسيه والاجتماعيه والثقافيه وايضا على صعيد نفسيه الفرد وضع الاستبداد المفروض عليهم والمذعنين له؟ هذا أمر في خلاف، لكن تفضلي. طيب في الحقيقة أنا أتفق مع الأستاذ عزام أمين، يعني في أنني لا أوافق على التفكير الماهوي الذي يجعلنا نقول بوجود تأصل الاستبداد عند العرب، أو الذي يفصل بين العوامل المادية التاريخية وظاهرة الاستبداد. هنا نحن كنا في سجل مجرد عام يبحث في الجذور، الآن يمكن أن ندخل إلى التاريخ وإلى العوامل المادية، وهنا تتعقد الأمور. أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء لا يوجد استبداد عربي موحد، لكل بلد تجربته في الاستبداد وفي أقنعة الاستبداد وفي تبريرات الاستبداد وفي دواعي الاستبداد. أهم ما يمكن أن أقوله هو، وأعود إلى فكرة أثرتها سابقاً وهي فكرة المصلحة، لا يمكن أن نفصل الاستبداد عن العوامل، عن علاقات الإنتاج وعن العوامل الاقتصادية المادية. هنا سأبدو لكم ماركسية ولكن خلافاً لموقعي، لأن الظاهرة الواحدة لا يمكن تفسر بطريقة بعامل وحيد. لو بحثنا عن أسباب الاستبداد وعن ضعف مؤشرات الديمقراطية في العالم العربي، وهذا واقع، يعني المجتمعات العربية تتنافس مع مجتمعات جنوب صحراء أفريقيا في ابتعادها عن النموذج الديمقراطي. ولو بحثنا في هذه الأسباب لوجدنا عوامل اقتصادية اقتصادية سياسية. لوجدنا مثلا الاقتصاد الريعي، هناك اقتصادات ريعية هي التي تمنع حقيقة من تحقيق من قيام النموذج الديمقراطي ومن قيام المؤسسات الديمقراطية. طبعا وهناك في المقابل يعني تبريرات ومحاولات لإيجاد شرعية عدم اعتماد الديمقراطية، مثل الشرعية الدينية. هنا أعتقد أن الدين والإيديولوجيا وكذلك التفكير يعني النمط الأبوي في التفكير الذي يجعل الإنسان كما قلت يعني يرتاح إلى الأب الحامي، يعني هي تجربة نجدها في مستوى الأسرة ولكن تنتقل من فيما بعد إلى المجتمع وتتناقض مع الديمقراطية. ما يناقض الديمقراطية في مجتمعاتنا هو سلطة الأب، سلطة الشيخ، شيخ القبيلة، سلطة من يقبض ويبسط، هو الجامع كما قال الأستاذ حبيب، الجامع لكل السلطة. إذن لنبحث عن القاعدة الاقتصادية التي تفسر الاستبداد في العالم العربي، سنجد الاقتصاد الريعي القائم على النفط، وسنجد في الممالك النفطية طبعا، وسنجد في المقابل في بلاد مثل تونس
نوع من الاقتصاد الريعي الذي يجعل مجموعة من الأسر هي التي تستفيد من ثروات البلاد دون غيرها، ما نسميه بالرخص، اقتصاد الرخص. فقط مجموعة من العائلات هي التي يحق لها يعني أن تستثمر بدون صعوبات بيروقراطية إلى آخره. هذا ما بينه في كتاب آخر الأستاذ عزيز كريشان، بين مسألة يعني بين أن الاقتصاد الريعي على شكلة مختلفة عن الاقتصاد الريعي النفطي هو من أهم عوائق قيام الديمقراطية الحقيقية أو تعميق الديمقراطية في تونس. شكرا. عزام حبيبي، موافقها ولا لا؟ صوت 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 صوت، الميكروفون مغلق. ميكروفون، آسف أنا دائما بنسى الميكروفون، بس أبدأ بالحديث. يعني لا، في موافقة في بعض ما قالته الأستاذ رجاء حقيقة. طيب أنا بدي أعود لسؤالك لجاوب عليه بشكل أكثر، يعني رح أقول نحكي من الواقع. يعني أنت سألت عن العالم العربي وواقع الاستبداد الذي يعيشه الآن والمجتمعات العربية التي تعيش الاستبداد. يعني حقيقة يعني خلونا نحكي عن نقول المجتمعات العربية أو الدول العربية بشكل عام، يعني تحكمها أنظمة عسكرية، أنظمة ملكية، أنظمة أتت بانقلابات عسكرية يعني، أو أتت نتيجة الاستعمار، هي وريثة الاستعمار يعني. فيعني ما فينا نقول يعني المجتمعات العربية بعيدة عن الديمقراطية، كويس. ما السبب؟ السبب الأول والرئيسي بالنسبة لي هو الأنظمة السياسية الموجودة في هذه المجتمعات العربية، هو الأنظمة السياسية الموجودة. طبعا ما فينا نحط كل الأنظمة العربية بنفس المستوى، هناك أنظمة أشد استبدادا من غيرها. خلينا نحط في الدرجة الأولى استبداد النظام العراقي على أيام صدام حسين، استبداد النظام الليبي على أيام القذافي، واستبداد نظام الأسد ما زلنا نعاني منه. هذول بدرجة أولى يعني في الاستبداد، ما فيك تقارنهم بالاستبداد اللي مارسه بن علي في تونس، ولا فيك تقارنهم حتى بالاستبداد اللي مورس في المغرب على يد الملك الحسن الثاني. يعني حقيقة في درجات في الاستبداد. هذه الأنظمة مارست استبدادها واستعانت بالدين، يعني استعانت بالموروث الديني لتبرير ولتسويغ الاستبداد. نحن بنعرف أن الاستبداد يقوم على فعل الإكراه والخداع وفعل الخضوع، يعني من قبل المستبد هناك إكراه وخداع، ومن قبل المستبد به هناك خضوع يعني. ومنشوف، معلش أنا هون راح أحكي بنفس مفاهيم الأستاذ رجاء والأستاذ حبيب، هناك علاقة سادومازوخية يعني بين المستبد والمستبد به. يعني المستبد يستمتع بسلطته، يمارس سلطته، يمارس قمعه، يمارس ديكتاتوريته وطغيانه. يعني نحن بنعرف أن الاستبداد يبلغ أشد درجة في الدول الطغيانية، في الدول الشمولية التي تحدثت عنها، ووصل إلى هذه الدرجة على عهد ستالين، وصل إلى هذه الدرجة في إيطاليا، وصل إلى هذه الدرجة في ألمانيا حقيقة. و يعني هناك تسويغ لهذا الاستبداد، هو الموروث الديني كما قلنا، الأمن والأمان، اعتبار الشعوب غير قابلة للديمقراطية وغير مهيئة للديمقراطية. نحن نعرف هي آليات التسويغ اللي بتستخدمها الأنظمة الشمولية، من آليات التسويغ أنه الآن ليس هناك وقت للديمقراطية، هناك معركتنا الأولى. ونحن نعرف يعني شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مع إسرائيل، فأنه مش وقت الحرية الآن. حقيقة نحن نعيش يعني التجارب الديمقراطية في العالم العربي تجارب هشة. أنظمة يعني بسوريا شفنا بالعشرينات كان في هناك تجربة ديمقراطية، بالخمسينات تجربة قليلة، انتهت هذه التجربة بفعل الانقلابات العسكرية. في تونس هناك تجربة ديمقراطية الآن نتمنى أن تستمر. في مصر الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي نهى هذه التجربة الديمقراطية، ولكن يجب أن لا ننسى أن كل الأنظمة العربية
سواء كانت ديكتاتورية من النوع الثقيل أو من النوع الخفيف، يعني مستبدة حد الطغيان أو مستبدة بشكل خفيف، كانت مدعومة من الخارج، حقيقة مدعومة من الخارج، مع كل هاي الدول، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وروسيا، هذه الدول اللي عم بتطبل بالديمقراطية هي التي تدعم الاستبداد في العالم العربي حقيقة، هي التي تدعم هذه الأنظمة وتتحالف معها يعني. فهذا ما، وليس صحيح أن الشعوب العربية تقبل الاستبداد، وأكبر دليل هي ثورات الربيع العربي، من أعظم الثورات. أنا لم أرى ثورة بشجاعة الثورة السورية أو الثورة اليمنية أو الثورة الليبية، اللي نزلوا ناس بالمئات الآلاف وبالملايين ضد أنظمة يعني لا تتوانى عن استخدام الطيران في القصف على جماهير، لا تتوانى عن استخدام السلاح بكل أنواعه، وناس نازلة وعرفاني حالة بدها تموت يعني. فأنا بالعكس أعتبر أن الشعوب العربية انتمردت وحاولت أن تنتفض. ما في شعب يقبل بالاستبداد، ما في شعب يقبل بالاستبداد وشعب لا يقبل بالاستبداد، يعني كل الشعوب في ظل الاستبداد كل الشعوب تتصرف بنفس الطريقة. الألمان على أيام هتلر كانوا في تشبيح وفي عنتريات وكان في خوف وفي ضرب تقارير وفي دولة بوليسية، على أيام ستالين نفس الشيء بروسيا، كل الشعوب في ظل الاستبداد تتصرف بنفس الطريقة، ولكن بلحظة تاريخية معينة هذه الشعوب تنتفض، كما انتفض الشعب العربي سواء في الجزائر. نحن يعني قلنا أن الربيع العربي الأول خلاص الشعوب سكتت، رجع صار في عنا انتفاضات بتونس، بالجزائر، بلبنان، انتفاضة لبنان. يعني قديش هي صعب أنك توقف في وجه حزب الله أو وجه إيران، هو حزب الله هو ممثل لإيران. في العراق انتفض الشعب العراقي، في المغرب، يعني الشعوب يعني ممكن أن تنام، ممكن أن تسكت لفترة، ولكن يأتي يوم وتنهض فيه من جديد، يأتي يوم وتنهض لتقاوم، لأنه الإنسان بطبعه طواق للحرية. يعني أنا هون بخالف الأستاذ رجاء والأستاذ حبيب، نعم الإنسان عنده قابلية للخضوع وقابلية أن يكون مستبد به اللامسؤولية، يعني بيكون هو إنسان غير مسؤول، ولكن بنفس الوقت الإنسان تواق للحرية، الإنسان تواق للحرية، وهذا ما يدفعه للانتفاضة وللثورات حقيقة. شكرا. معنى ذلك يعني في شوية خلاف مع نظرة التحليل النفسي أو حتى نسبيا التاريخية، إذا قلنا أن الناس تميل إلى الخضوع والمستبد، الغريزة هي تدفع إلى الاستبداد في كل الأحوال. عفوا، هو ما فيش خلاف، بس ايه؟ فيه يعني وجهة يعني وقائع مختلفة وأبعاد مختلفة لنفس الظاهر. الإنسان يعني يخضع إلى هذه العوامل التي تجعله يخضع، التي تجعله يطيع المستبد إلى آخر، ولكن بصفة ربما تلقائية، ولكن في نفس الوقت للإنسان توق إلى الحرية وإلى العدالة. طبعا عندما نقول في الحقيقة لا يوجد اختلاف بيني وبين الأستاذ عزام، فقط أنا أتحدث عن مسألة ليس قصدي، وهو يسير ناحية أخرى، وتعدد النواحي لنفس الظاهرة بدون أي شك. أضواء مختلفة. عزيزي سلام، يا ريت أنت تشوف ملخص لكل هالشيء اللي نقال وتقول وجهة نظرك فيه. لا، ملخص صعب لأنه ما قيل كثير، ولكن سأختلف مع عزام لما قال الإنسان يتوق للحرية. الإنسان فعلا يتوق لحريته، أما التوق إلى الحرية المشتركة فهذا يحتاج إلى مسار وإلى عملية وعي وإلى ثقافة وإلى إلى إلى إلى. الإنسان طبيعيا يتوق إلى حرية نفسه، وبالتالي عندما يحصل على حرية نفسه، وهذا ما رأيناه كثيرا بالثورة السورية، يعني صدقنا كثير من الناس الذين خرجوا من أجل الحرية، ولكن عندما حصلوا على إمكانية أن يمارسوا هذه الحرية في نطاق خرج عن إطار سيطرة النظام، عادوا إلى الطبع الاستبدادي، واعتقدوا أن حريتهم هي في فرض رؤيتهم على الجماعة،
لذلك الموضوع أظن معقد أكثر من أنه أن نقول الإنسان يتوق إلى الحرية فقط. من جهة أخرى أيضا أختلف مع عزام، بطل يعزمني على العشاء بالدوحة، أختلف مع عزام على قضية أخرى عندما قال المستبدون، وربما لا أختلف معه لأنه لم يطورها، كان سيصل إلى ما أصل إليه الآن. المستبدون يقولون أن هذه الشعوب لا تستحق الديمقراطية، وأن صوت المعركة يعلو على صوت الحرية. وإلى الديمقراطيون الأوروبيون يقولون هذا بقوة وثبات وعناد. لتسمع المفكرين، غالبية المفكرين الفرنسيين من اليسار ومن اليمين يقولون الشعوب العربية والإسلامية غير قابلة للديمقراطية. طبعا طبعا هذول المستشرقين يتحدثون عنا بهذه النظرة، ينظرون إلينا نظرة دونية تمام، ولكن عن شعوبهم يقولوا أنه نحن متعلمين يعني. تمام تمام هذا الشكل ما أظنش يعني هذا اسمه. لا اولا بس كلمه صغيره حول الموضوع انه خلوا سلام يكمل بس بعدين عفوا كمل سلام. فالموضوع ايضا انا بعطيه هذا البعد، مو لاخالف ما طرح ولكن لاعطيه تعقيدات اضافيه حتى نهتم يعني ان نعطي المستمع او المتابع ان الموضوع ليس محسوما فقط بحد معين. وهنا عكس ما طلبت مني، لأنه الموضوع كتير مرتبط بموضوع فصل السلطات اللي ذكره الصديق حبيب أنه كان هو الأساس في إنهاء عملية السداد. الكواكبي تنبه إلى خطورة الوقوع في فشل له علاقة بفصل السلطات، يعني قال فصل السلطات لا يكفي، يعني أن يعني وقال حرفيا صفة الاستبداد تشمل الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية، فيكون المنفذون مسؤولين لدى المشرعين، وهؤلاء مسؤولين لدى الأمة، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب. يعني لا يكفي أنه هلأ، لأنه في كثير من أنظمة عربية بتقول لك أنا عندي استقلال القضاء واستقلال مصر، أيام حسني مبارك كانت تتغنى باستقلال القضاء، ولكن هذا لم ينفي عن حكومة مبارك استبداد. طبعا بعد ما شفناه من السيسي صرنا نترحم على مبارك. وهلأ بعدين في شغلة بسمح لي دكتورة رجاء أحكيها، أحكيها بلساني طبعا، ما هي ما مسؤولة عنها، أنه الناس تبحث عن الأب الحامي، الأب المنقذ. خروج الملايين في تونس ليس بحثاً عن الديمقراطية، الخروج الأخير هو بحثاً عن المستبد العادل، هو بحثاً عن مستبد ينقذهم من ما تصوروه أنه مصيبتهم. ومصيبتهم ستتطور برأيي الشخصي إن استمر الاعتقاد بأن الشخص هو حامل مشروع الإنقاذ. مسرحية الشخص مين بتذكرها؟ الشخص لا يحمل مشروع أنقاذ، هناك تيارات تحمل مشروع أنقاذ، هناك أحزاب تحمل مشروع أنقاذ، هناك مجموعة وطنية منتخبة تحمل مشروع أنقاذ، لا يوجد شخص حتى ديني حتى مقدس يحمل مشروع أنقاذ برأيي الشخصي. شكرا سلام. حبيب بدك كنت تعلق شوي؟ تعليق سريع طبعا، يعني انا مش مع التنميط السريع لما اقول المفكرون الغربيون ضد يعتبرونها، بالعكس انا اتابع كل افكار الكثير منهم اليساريين وغير اليساريين. كان هناك عقاب كبير جدا وامل كبير بثورات الربيع العربي، وكان هناك يعني عقاب وتحيز كبير غالبا، يعني التنميط بهذا الشكل انه يرونها كدونيين، هذه نفس طريقه يعني مش موضوعي كثير. بالنسبه لي السؤال اللي ما جاوبتش عليه بشكل كامل اللي هو السؤال الأخير حول أشكال الاستبداد عربيا، سؤال مهم جدا. طبعا الآلام كبيرة جدا لو ناخذ سوريا الآن المثال الدولي المقابل لبول بوت الخبير الحمر في سبعينات، يعني استعارة الاستبداد المطلق، تدمير، القصف، التعذيب، الاغتصابات بالسجون، أرقام خيالية. يعني يرتقي في الإنسان يستغرب كيف أنه أديب أو مثقف لا يدين هذا الكلام، يعني شيء خارج عن الخيال. اليمن نفس الحكاية، تموت جوع بسبب عصابة عملت يعني انقلاب سلالي
وأفضلية إلهية ومش عارف إيش الحوثيين، والشعب كل ما يمكنه يعني بسبب الإرهاب والسجون والتعذيب فقط كل ما يهمه البقاء على الحياة. صار المواطن يريد أن يبقى حي فقط. يعني الاستبداد في قمته في سوريا، كانت حالة دولية خاصة في اليمن وفي أماكن أخرى كمان بدرجات متفاوتة. هذا طبعا بالنسبة لسؤالك كان بدي يعني لم أجيب عليه كما يلزم. بالنسبة لي ما ذكرناه قبل شوية حول فصل السلطات، هو ضمن عوامل كثيرة جدا. مونتسكيو ظهر كمان أشياء أخرى اللي هو المزج بين أو الفرق بين الحياة الخاصة والحياة العامة. الحياة العامة كمواطن الجميع نفس الواجبات، الحياة الخاصة يجب أن تكون فيها حرية كاملة في ضوء القانون، القانون يسمح لك إياه. طبعا عندنا الطغاة والاستبداد مش فقط دامجين كل السلطات بجيوبهم، لكن عاملين دمج كامل للحياة الشخصية والحياة العامة. يعني الإنسان مسيطر عليه كمواطن وكإنسان، مراقب بشكل كلي، وإذا ما كانش مع النظام وبنروح بالدم لفديك يا رئيس، فهو يعتبر إنه خائن أو إنه مشكوك منه. يعني يعيش الإنسان حياة قلق كامل ما لم يعبر عن الولاء للمستبد، فحياته في خطر في واقعنا السوري اليمني وفي كل مكان. فموضوع أشكال الاستبداد حاليا موضوع يعني خطير، هو أهم المواضيع زي ما أنت قلت في البداية، ويجب أن يكون بالنسبة له هو المعيار الأول. نأخذ أي عند الحديث عن أي نظام نشوف درجة الاستبداد فيه أول شيء. طيب بالنسبة لي هو الرقم واحد. يلي بعده موضوع التعليم، التعليم في البلد، لأن الموضوع مرتبط بالوعي. ذكروا سلام وذكرت أنت في البداية القضاء على الاستبداد مرتبط بوعي عام، ثورة إنسانية عامة. فالتعليم كلنا الجميع يطبل التعليم التعليم التعليم، لكن أي تعليم؟ هل تعليم يخرج طالب أسوأ من الجاهل، أسوأ من الجاهل الفطري، أم تعليم يخليك تقدس المستبد؟ أنك في مصر نفس التعليم أوكي، تعليم يمارس هناك، لكن في الأخير إيش يدي أجيال تتعلم تكون طبيب، تتعلم تكون مهندس بس فقط، لكن إعادة إنتاج الواقع بتخلفه باستبداده مضمون بسبب التعليم. أو هناك تعليم آخر معادي للاستبداد، يتطلب منك تعليم النقد، الحرية الكاملة، عدم وجود أي خطوط حمراء أمام الطالب، وكبح دور الدين، إنه دور الدين مهيمن في كل شيء. يعني هو يعطيك الولاء للمستبد، وهو اللي يسمح للإنسان بقبول إنه هناك في الأخير ستحل كلها في الصبر، مفتاح الفرج، وكلها تحل في الحياة الأخرى. ما أفضل حبيب أن أقول استغلال رجال الدين للدين، استخدام السياسيين لرجال الدين مش الدين، لأنه حتصير القصة يعني أيوة يعني. بس برضو كمان قصدي في لحظة معينة يجب تفصل بين الدين وبين الحياة العامة. يظل الدين أنا لا أفصل، أنا أقول لأنه الدين من يوجهه في مجتمعاتنا هم الفقهاء أو بين قوسين أو ورثة الفقهاء، لأنه ما جددوا شيء، اللي نسميهم رجال الدين ومن كل الأديان. أنا لا أختصر على الدين المسيحي أو الإسلامي، لكن كمان وجوده في الحياة العامة بهذا الشكل، يعني وجوده في التعليم، وجوده في كل شيء، في تفسير الكون، في تفسير الحياة. يعني ممكن أعلم الواحد أفكار عقلانية وشيء كويس، لكن إذا كان في الصف اللي بعدي واحد يعطيه مدرس يقول له إنه إذا هناك نهيق حمار فلأنه الحمار شاف شيطان حسب الحديث مش عارف إيش، فالأخير يعني ديناميت كامل يضرب كل التفكير العقلاني. يعني يجب إنه الدين نحترم الأديان جميعنا بشكل كامل، لكن يظل في القطاع يعني خارج التعليم، خارج الحياة المدنية الأصلية، ما لم حنظل نتوارث نفس الواقع الحالي. مضطر انتقل للموضوع الكبير أنا اللي من وجهة نظري، أنه أسئلة النهضة بالقرن التاسع، بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر، وعبد الرحمن كواكبي كان أحد روادها حقيقة يعني، وهو الذي اشتغل على عملين أساسيين. طبعا شيء ما بنحكي عنه كتير هو كيف قال أن العرب هم الأولى بالحكم، هم أصحاب القضية في العالم العربي تجاه الإمبراطورية العثمانية، وموضوع الاستبداد بشكل خاص. وموضوع الاستبداد يعني أعطاه من نفسه ومن ثقافته
ومن اطلاعه ومن تحليله للواقع في ذلك الوقت ما جعل من كتابه لا يزال حتى الآن راهن. الشيء المثير للاستفهام في هذا الموضوع أن كل الأسئلة التي طرحت أو التي طرحها رجال النهضة، كيف نستطيع أن نكون مثل الغرب؟ لماذا تقدموا هم ونحن لم نتقدم؟ ما العمل؟ لا تزال هذه الأسئلة بصياغها حتى الآن بعد أكثر من 150 سنة، مثلما لا يزال الكواكبي راهن أيضا بكل التحليل الذي قدمه. ما الذي يجعل من مجتمعاتنا يا عزيزي سلام ساكنة هادئة لا تتقدم ولا تتأخر؟ مر علينا استعمار بطرفيه، الإمبراطوريتين اللي كانوا حاكمين العالم بالقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية. استقلينا ولا زلنا حيث كنا منذ بداية القرن. فقط سأعود إلى تنويه الصديق حبيب، أعتقد أنا أعممت على كل الباحثين والمفكرين الأوروبيين برؤيتهم الاستعلائية، أبداً. أنا مقيم في فرنسا ولدي أصدقاء فرنسيون، مواقفهم أشد نبلاً من مواقف كثير من المثقفين العرب بخصوص قضايانا، ولكن أقول أن بعض الكتابات، والآن تتطور كثيراً مع تطور اقتراب العمليات الانتخابية، مع تطور اليمين، مع انحسار اليسار، مع بافلوفية اليسار، مع عدة من الأمور، هي التي تؤدي بنا إلى ما ذكرته. حتى أعود إلى نقطة الكواكبي، أنا أريد أن أيضاً أن أظهر تمييزاً لديه. أنت قلت دائماً أنه الرجال النهضة قالوا لماذا تقدم الغرب وتراجع على العرب، هو يتحدث عن المسلمين أكثر من العرب كعرب. هو الكواكبي لم يطرح هذا السؤال، خلافه مع محمد عبد الجمال الأفغاني وحتى الطهطاوي أنه لم يطرح هذا السؤال، وحتى أنه أشار إلى دور سيء وسلبي لبعض القوى الاستعمارية. إضافة إلى ذلك، هو رفض موقف المستبد العادل، رفض تماماً مبدأ المستبد العادل، واعتبر أن الاستبداد لا يتواءم مع العدل يعني. فنقض نظرية عبده الأساسية التي تدعو إلى المستبد المتنور أو المستبد العادل. إضافة إلى أنه عندما دعا إلى نقل الخلافة إلى مكة، فهو كانت رغبته سياسية وليس دينية. يعني كانت رغبته، أولا قال لن يفهم الإسلام بما أنه نشر باللغة العربية، أو طبعته الأخيرة التي وصلتنا هي باللغة العربية رغم الوجود الآرامية بشكل هائل في النص، ولكن لن يفهمه إلا من ينطق لغته. وأنت سيد العارفين صديقي بدر، يعني من يترجم نصا يجب أن يكون هو لغته الأصلية هي لغة النص يعني، أو فعلاقة النص الديني بالخليفة يجب أن تكون علاقة لغوية راسخة. ودعا أن يكون، وهنا أيضا موقف جدا علماني، دعا أن يكون الخليفة مرجعا روحيا أخلاقيا لا يتدخل في شؤون إدارة الدولة. وهنا ذكر كالبابوية، يعني ذكرها بالحرف، قال كالبابوية. فهنا دعوات أظن حتى في عصر النهضة كانت ثورية. أنت طرحت سؤال لماذا لم تتطور هذه الأمور ولماذا؟ هلا هو بمقدمة طبع الاستبداد قال جملة وضعها على الغلاف وأنا أعتقد أنها أساسية، قال: وهي كلمات حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدا بالأوتاد. وهو اعتقد بأن هذا الكتاب ليس كتابا فكريا بالمناسبة، اعتقد أنه مانيفيستو، يعني أنه بيان انقلابي أو ثوري. ولسخرية القدر ساهم كتاب طبع الاستبداد بالثورة المشروطية في إيران سنة 1908،
قام الإمام النائيني بالثورة المشروطية وقال أنني قرأت طبع الاستبداد 1905 لأنه ترجم إلى الفارسية. فيعني كان، لكن وهنا أقع على صديقتي والتي ستنشر كتابها باللغة العربية في المركز العربي قريبا جدا، البروفيسورة إليزابيث تومسون، التي كتبت كتابا مفتاحيا برأيي وعنوانه كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب. وهنا لا أقول الغرب بمثقفيه وبمفكريه، ولكن المشاريع الاستعمارية الغربية وخاصة هي توقفت عند الحالة السورية، وهذه نقطة أساسية جدا. رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي كانوا نقضاء، يعني مختلفين فكريا بشدة، ولكنهم كانوا أصدقاء، هذا لا نراه في عصرنا الحالي. كانوا أصدقاء، وأجمل نعوة كتبت للكواكبي كتبها رشيد رضا، وفتح رشيد رضا مجلته، صفحات مجلته للكواكبي عندما لجأ إلى مصر رغم خلافه الفكري معه. تصور أن ترى شيئا من هذا في عالمنا اليوم الإسلامي أو العربي، مستحيل. طلب الملك فيصل من رشيد رضا أن يضع دستورا للجمهورية السورية، للمملكة السورية سنة 1918 بعد خروج العثمانيين، كتب دستورا لا إشارة فيه بالإسلام. الشيخ رشيد رضا كتب دستورا لا إشارة فيه للإسلام إلا في جملة واحدة: دين رأس الدولة هو الإسلام. لم يذكر مصدر التشريع، لم يذكر القوانين، يعني هو أرقى دستور خرج في سوريا، حتى أرقى من دساتير 1950 و1973 و1900. وهاجر رجال الدين في دمشق وبيروت، وذهبوا إلى الشيخ رشيد وقالوا له: ماذا فعلت؟ فأجابهم الجملة التي يجب أن نضعها حلقات في أذاننا، قال لهم: طلب مني دستور للسوريين من مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين، فهل ترغبون أن أكتب دستورا للمسلمين فقط؟ هذا الوعي الذي كان موجودا في هذه الفترة، عندما كان عبد الرحمن شهبندر يجلس ساعات إلى رشيد رضا، ومعروف عبد الرحمن شهبندر كبير المفكرين العلمانيين والليبراليين، وكان هناك مشروع إسلامي ليبرالي وطني لإقامة ديمقراطية ملكية دستورية. قد قرر الانتداب الفرنسي أنكم غير مؤهلين لهذا، ودخل الفرنسيون إلى سوريا ودخل البريطان إلى، وحينها وليس بعد 67، حينها ترد لك من الراديكالية، تطرف الإسلاميون. رشيد رضا تغير خطابه تماما بعد 1920، وتأسس الإخوان المسلمين 1926، ويعتبرون رشيد رضا أباهم الروحي. فقط هذه أمور تاريخية يجب أن نتوقف عندها. وهي ما إيديولوجيا، هذا عمل مؤرخة أمريكية اشتغلت سنوات عمرها على النصوص، وقارنت بين دستور 1920 الذي لم يطبق أبدا لأنه فرنسيون قرروا احتلال سوريا حتى 1946، وواقعنا الحالي. شكرا. واستبقت فعلا سؤالي القادم، لكن بدي اسمع اذا كان ممكن عزام بحب يعلق على الشيء اللي قاله سلام، او حول موضوع فعلا ما بين أسئلة النهضة. انا لم اقل ان الكواكبي هو الذي طرح أسئلة النهضة، قلت مجموعة من المفكرين اللي بنسميهم في تراثنا الفكري مفكرون النهضة، قلت إنه هو أحدهم طبعا، ولكن هو مشي في اتجاه آخر تماما، واللي طرحوا الأسئلة الكواكب ما طرحوا هذا السؤال بدون أي شك، لماذا تقدموا هم وتأخرنا نحن. الكواكب جاوب الحقيقة من خلال الاستبداد، جاوب من خلال كتاب الاستبداد، أرى نوع من الجواب. تفضل عزيزي عزام. الصوت دائما برجع بوقع بنفس المطب، يعني لا تطفي صوت. طيب لا تطفي، تفضل. أشكركم جميعا.
حقيقة أنا يعني كثير بتفق مع سلام فيما قاله، بس بدي أرجع يعني شوي، يعني ما راح أرجع للتاريخ، بس بدي أعلق تعليق صغير وبعدين بعطيك الحديث عزيزي بدر. حكى الأستاذ حبيب عن أهمية التعليم، أهمية التعليم كوسيلة للنهوض بمجتمعاتنا العربية، وهذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا فعلا. التعليم هو أحد الطرق التي يجب أن نتبعها للخروج من هذا الواقع المأساوي. للأسف يعني أنا بعرف دائما برجع للسياسي، مع أني دارس علم نفس برجع للسياسي، كل الأنظمة العربية حولت المدرسة إلى مؤسسة تدجين وتهجين للمواطن العربي، حولتها تدجين وتهجين. المدرسة العربية استخدمت القسر في التعليم والتعذيب في التعليم، اعتمدت الحفظ البصم وقتلت الروح النقدية المدرسة. مهمة المدرسة حقيقة هي تعليم الطاعة والخنوع والتفكير القدري، هذا اللي تعلمناه بمدارس سوريا ومدارس العراق ومدارس ليبيا ومدارس تونس. كل المدارس العربية لم تعلم التفكير النقدي، ونعرف احنا كيف التعامل كان قائم على القسر. فالمدرسة لم تمارس دورها، المدرسة لم تمارس، يعني كانت هي أحد وسائل اللي استخدمها الطغاة في حكم المجتمعات حقيقة. نحن بنعرف الواحد بيكون عمره 6 سنين بيدخل المدرسة، بيحاولوا إعادة ترتيبه من أول وجديد، بيعلموه على الخنوع والخضوع والكذب والاحتيال والنفاق، بعدين بيدخل بطلائع البعث، بيدخل بشبيبة الثورة، بيدخل بالحزب، وبيستمر التعليم هيك. يعني حقيقة لم يمارس التعليم هذا الدور المنتظر منه، لم. فأنا دائما برجع وبدي أحكي بالسياسي، ما بعرف بحاول أهرب من السياسي، لن أرى سببا في خنوعنا في مأساتنا العربية غير الأنظمة الحاكمة. ما عندي سبب، أنا ماني شايف غير الأنظمة الحاكمة. أي تغيير يبدأ بتغيير الأنظمة الحاكمة، يبدأ بتغيير الأنظمة الحاكمة، ما لا أرى أي طريقة أخرى. يعني ما فيني يجي طالب بمدرسة نقدية ما في تقوم على التعليم واقتصاد حر واقتصاد يحمي الفقر، ما في بوجود نظام يخالف كل هذا. هذا ما أريد قوله. تفضل استاذ. لا تفضل انت، اوكي ماشي. دكتورة رجاء تفضلي. تعليقا على ما ذكره صديقي سلام. نعم، فيما يخص تدخل القوى الأجنبية وخاصة فرنسا لمنع العمل بدستور علماني، دستور يبدو قريبا جدا من النموذج الديمقراطي. تعليقي هو التالي، هو أهمية، إذا يعود بنا إلى أهمية العمل الاقتصادي، المنافع الاقتصادية التي تتحقق من الاستبداد. الاستبداد هو الذي يضمن مصالح اقتصادية للمستبدين وللدول المستعمرة أو للدول الاستعمارية. يعني هذا العامل أعتقد يجب أن نضعه صلب أعيننا. ما الذي منع الكثير من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أن تكون يعني ديمقراطية وغير فاسدة، سوى خدمة نعم خدمة المصالح، خدمة مصالح هذه المخابرات الفرنسية بالضبط. نعم، واليسار واليمين الفرنسي المسؤول عن قتل أكثر من 17 رئيس إفريقي وعن أكثر من 20 انقلاب في إفريقيا. فرنسا نعم. المستعمرة المغمسة يداها بالدم الإفريقي، وأنا طيب. أحكيك كفرنسي. طيب، هذه فرنسا المستعمرة، ولكن توجد فرنسا أخرى التي أشار إليها صديقي سلام، فرنسا حقوق الإنسان، فرنسا أكيد. القوى التقدمية إلى آخره. يعني فرنسا ليست كتلة واحدة، يجب أن نميز بين الأنظمة والشعوب ونخبها إلى آخره. لذلك قلت لك أتحدث كفرنسي هنا، أنا يعني عايش بفرنسا. تفضلي.
نعم، وإذن يجب أن نتساءل كما يقول الفرنسيون أكي بروفيت لو كريم، يعني من يستفيد من الجريمة، من يستفيد من الاستبداد؟ تستفيد الدول الاستعمارية والتي تواصل في نهج شبه استعماري أو يعني يحقق يعني يواصل استعمارا من نوع آخر، وتستفيد طبقات يعني سياسية تجد أمامها في الغالب فواعل اجتماعيين جدد. لذلك أنا أعتقد أن هناك تغير، يعني نحن نتوهم أن لا شيء تغير، ولكن يجب أن نقاوم هذا الوهم، هذا الاعتقاد بأن لا شيء تغير. تغير كل شيء في العالم العربي، خرجت الشعوب، هناك ثورات حقيقية بدأت مدنية، وتم يعني الانحراف بها طبعا عن طريق التدخل الخارجي، عن طريق القوى الإسلامية السياسية إلى آخره. الآن أمام الاستبداد والمصالح التي يحميها الاستبداد، أنا أرى فواعل اجتماعي. هنا أتحدث أستاذ عزام، أتحدث كأنني عالمة اجتماع ولكن لست أخصائية في علم الاجتماع، ولكن أريد أن يعني أحاول أن أنتبه إلى العامل الاجتماعي. هناك فواعل اجتماعية جديدة، وأفكر هنا في الشباب الذي يتظاهر، الذي يواصل في تونس، الذي يواصل حماية الثورة ويواصل حملة جذوة الثورة، هو الشباب الذي يخرج ويحتج. حتى في الأحياء الشعبية شهدنا في شهر يناير الفارط، شهدنا يعني شبابا يتظاهرون من أجل رفع الوصم على الأحياء الشعبية. أنا أتعلم من هؤلاء الشباب، أتعلم يوميا من هؤلاء الشباب، وهذا ما يجعل أملي في الخروج من الاستبداد يعني ثابتا. عندي أمل. لماذا؟ لأنني أرى الكواكب. ربما جدك صديقي سلام كان يعني وحيدا، لم يكن معه، لم يكن داخل تنظيم جمعياتي أو داخل حزب كبير، أو ربما كان صوتا فريدا وكان يعي بذلك. اليوم من يحمل أمل أو حلم الديمقراطية لم يعد شخصا، لم يعد فردا، هي مجموعات، هي فواعل اجتماعية. وكما رأيناهم في شوارع تونس وفي أحيائها الفقيرة، سنراهم قريبا في بقية المدن العربية. أعتقد أن الأمور ستتغير في العالم. شكرا. السؤال اللي كنت بدي أطرحه واستبق سلام الإجابة عنه بطريقة ما، ولكن أتصور أنه الإجابة مفتوحة لا تزال. بما أنه في القرن العشرين، في النصف الأول من القرن العشرين، في بلدين عرفوا تجارب ديمقراطية حقيقية. مصر أولاً في العهد الملكي حتى تحت الاستعمار البريطاني، وسوريا نسبياً أثناء الانتداب، ولكن بشكل خاص خلال السنوات الأربع التي تلت الاستقلال، أو الثلاث، لا الأربع التي تلت الاستقلال، ثم بعد ذلك الانقلابات العسكرية والتناوب ما بين الانقلابات الحكم العسكري وما بين مرحلة قصيرة من الديمقراطية. كيف لم نستطع في مصر وفي سوريا أن نحافظ على هذا النهج الديمقراطي؟ كذب علينا ممن قالوا أن الديمقراطية هي ديمقراطية البرجوازيين، هي ديمقراطية ملاك الأراضي، هي ديمقراطية إلى آخره، هي الديمقراطية الأثينية، ولكن ليس خمس قرون قبل الميلاد، وإنما في القرن العشرين. فأنت قلت سلام أن الكتاب الذي ستنشره هو
تقول كيف سرق الغرب الديمقراطية من البلدان العربية؟ هل نضع المسؤولية على الغرب فقط؟ تفضل. لا لا طبعا لا 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 يوجد مسؤولية كاملة على طرف واحد، مثل ما ذكروا الأخوة والدكتورة رجاء، مسؤولية معقدة ومتشابكة ومشتركة. هي تحدثت فقط عن هذا الدور الذي لعبه فرض الانتداب على دولة ناشئة ذات دستور علماني وملكية دستورية. لحد الآن ما شفنا أي دولة عربية لديها ملكية دستورية. يعني من يتحدث عن ملكية دستورية الآن في المغرب يذهب إلى السجن. فكان هناك رغبة من الملك أن يكون مالكا وليس حاكما. يعني الملك فيصل نفسه الذي هو ليس بسوري، حتى إذا ندخل في التفصيلات الانتمائية، هو جاء من الحجاز، ولكن اقتنع بأنه مصير هذه الدولة المركبة المعقدة التي فيها مكونات مختلفة أن يكون الملك بعيدا عن الممارسات الإدارية والسياسية اليومية، وقبل بأن يكون ملكا دستوريا. لماذا حتى الآن؟ أنا عملت بحث مطول في كتب التي دعت إلى الانتداب على سوريا، وهنا أرجع إلى ما ذكرته الصديقة رجاء. السبب الاقتصادي هو أساسي. تجار غرفة تجارة اليوم التي منها صديقي عزام، هم من عملوا على الانتداب على سوريا ولبنان بسبب دودة القز. تصوروا، دمروا شعب، دمروا أمة، دمروا مستقبل، لأنه صناعة النسيج في اليوم قائمة على مزارع دودة القز في الساحل السوري اللبناني. لذلك هلأ ما بتحسن تحصل على أي جواب فكري أو ثقافي أو حتى آثاري. يعني يا أخي برروا ليها من الناحية الفكرية أنه أردنا أن نمنح الشعب السوري. وحتى أن كليمونسو قال نحن علمانيون في فرنسا وكاثوليك في سوريا. هذه عبارات هامة جدا، ليست عبارات أساطير. يعني فدخلوا لسوريا ولبنان وهذه المنطقة لم يتعاملوا كالجمهورية الفرنسية الديمقراطية العلمانية، تعاملوا كدولة. أولا قسموا الدولة على أسس طائفية، يعني منذ 1925 أسسوا دولة العلويين، أسسوا دولة الدروز، أسسوا دولة. وحين ذاك السوريون كانوا أوعوا من اليوم، رفضوا هذا وقاموا بثورتهم. فهم جزء وليسوا الكل في العامل المحلي الذي تحالف مع الانتداب. الكتاب اللي حدثتك عنه ذاهبون إلى سوريا كتبه ضابط فرنسي، تحدث عن الحلف الاستراتيجي بين سلطة الانتداب وتجار دمشق وبيروت وحلب. هناك رجال الدين الذين أيضا استقطبهم المنتدب، وهم رأوا أنه سيعطيهم صلاحيات على قومهم، وهذا ما حصل. يعني صاروا رجال القبائل والعشائر في الجزيرة العربية مفضلين لدى الانتداب، رغم أنهم عقليات متحجرة وبعيدة عن أي تطور. وهذا ليس هم الانتداب، ليس همه أن تتطور أنت أو أن تكتب كتابا، همه أن تكون موقعا استراتيجيا لسيطرته. وهذا ما أقوله دائما عندما يصطدم البعض بسذاجة أعتقد بأن أمريكا لم تنجح في بناء دولة ديمقراطية في أفغانستان. مين قالكم هي بدأت تبني دولة ديمقراطية في أفغانستان؟ ليش تشغلوا بالكم في هالموضوع؟ أمريكا الآن خرجت وآسف منتصرة من أفغانستان، خرجت منتصرة من أفغانستان. ما صرفته في أفغانستان من أموال على السلاح، هذا ذهب إلى معامل السلاح الأمريكية، لم تشتري السلاح من روسيا. يعني يقولون صرفت أمريكا مليارات، هذه المليارات أين صرفت؟ هل صرفت على تعبيد طريق في أفغانستان؟ هل صرفت على إنشاء جامعة في أفغانستان؟ أبدا، صرفت على تسليح وتسليح. والآن الطالبان كما آجلا بشار الأسد سيكون هنا أفضل حلفاء للأمريكيين. ولنذكر الجنرال فرانكو، كل الناس اعتقدت بأن فرانكو المستبد القاتل السفاح سيسقط بعد سقوط النازية والفاشية، وعندما قدم خدماته
للولايات المتحدة ولروزفلت وقال له سأحارب الشيوعية ولديكم إسبانيا تقيمون فيها القواعد، بقي في حكمه حتى مات. فأنا متشائم حبيب. أيوة نعم، كثير مواضيع جميلة وطريقات، وكان بدي أعلق. أول شيء، هل يعني نعتبر أن الغرب هو السبب لكل الإشكاليات؟ أكيد الغرب ساند أنظمة رجعية، أكيد الغرب ساند سقوط مصدق كانت دولة ديمقراطية في إيران، أكيد الغرب لعب دور وسخ في التعامل مع أنظمة تعيسة. لكن يجب أن لا نكتفي باللوم طول الوقت للآخر. ماذا عملنا نحن؟ ماذا عمل المثقف العربي أمام الاستبداد؟ بالنسبة لي هذا أهم بكثير، الاستبداد كموضوع. يعني هل وجد الحيز الكامل من شغل المفكرين، الأدباء، الشعراء إلى آخره، العرب أنفسهم؟ لا أظن. هل هو أولوية في لحديث المثقف العربي للكاتب الكبير أو غير الكبير؟ لا أظن، لسوء الحظ. ومش كده وبس، طبعا لازم نعود للمراجع، مرجع مثل الكواكبي مهم جدا. لكن أما الاكتفاء يعني حاليا، مثلا على ذكر أفغانستان، على ذكر أفغانستان له علاقة بالموضوع، كشفت كثير من عورات المثقف العربي. البعض يستخدم بلاغة آتية من الماركسية أو من القرن العشرين، بينما لوضع أقدم بكثير من كذا. هناك من يقول إنه حركة طالبان حركة تحرر وطني، هذه كلمات يعني مصطلحات حديثة ما تطلقش على 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 حركة يعني شرعيتها واجي من قبل 14 قرن. ما نحن محتاجين ليه قراءة كتاب مثل الكواكبي، العودة للقرن 16 حول العبودية، العبودية الطوعية وأثرها المواطن، كيف المثقف العربي يجب أن يشرح الأشياء هذه للجميع. المفاتيح، مفاتيح كمان مهم جدا في حديثنا. فصل السلطات مجهول لدى المواطن العربي، وطريقته وكونه حل جذري من ضمن حلول جذرية للقضاء على الاستبداد. الفصل بين الحياة الخاصة والعامة مجهولة كلية لدى المواطن العربي، والمثقف العربي لا يعمل شيء لشرح هذه الأشياء عربيا للقضاء على الاستبداد. وأشياء أخرى كمان، دور القانون اللي قلنا عليه، التعليم تكلمنا عنه بشكل كامل، أظن يعني موضوع جوهري التعليم الموجود في الوضع الاستبدادي لا يخلق إلا تبعيين مواطن مشوه، أو أنه هو أسوأ من الجهل الفطري، الجهل الذي يوجهه. فنحن كمان بحاجة أيضا للانفتاح للآخر. نرفض، مش عارف ليش نرفض قراءة تجارب الآخرين. قلنا العرب ترجموا العلوم الإغريقية بشكل كامل، لكن رفضوا يترجموا الأدب والسياسة والأشياء الأخرى. القرن الخامس كان مجهول، القرن الخامس قبل الميلاد مجهول في الدول العربية. يعني نعيش في انكباش على الذات ودوران حول الذات، ونعيد تكرار الاستبداد والواقع كما هو. ما نحتاجه، نحتاج إلى مثقفين يعملوا على شيء آخر بلغة أخرى، إذكاء، توهيج روح الحرية. الحرية كلمة نادرا ما تستخدم عندنا. استبدال يعني عشق الحرية، استبدال بعشق العبودية في صدر المواطن بسبب الأنظمة. أنا متفق مع عزام حول دور أنظمتنا يعني أكثر من وسخة. يعني هي الجذر، مربط الفرس والجذر، الجذر الألم. ولسوء الحظ ما عملناش قطيعة. ذكرت أنت سوريا ومصر، عبد الناصر ومش عارف إيش، مش عارف ليش نحن عربيا. أتاتورك مثلا في تركيا عمل قطيعة مع 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 كل الماضي. عربيا ما لم يحصل لأسباب تستدعي يمكن ربما برنامج آخر للنقاش هذا، لأنه هي القطيعة اللي تسمح بتغيير الرؤية، تغيير خلق إنسان مؤمن بالثورة الإنسانية وبالحرية. ربما وجعل بالي أخذ رأي دكتورة رجاء، ربما أيضا لأنه خلال كل النصف الثاني من القرن العشرين، لكن بدأ ذلك قبل منذ النصف الأول، ساد بالعالم العربي على الأقل المشرقي حتى مصر طبعا ثلاثة أيديولوجيات. الأيديولوجية الدينية، الإخوان المسلمين نتذكر أنهم بدأوا نشاطهم في سنة 1928، الأيديولوجية القومية، حزب البعث ولد في سنة 47، ثم عبد الناصر الذي تبناها اعتبارها من سنة 54، ثم أيضا
طيلة كل هالفترة الأيديولوجية الشيوعية الماركسية كل ما يمكن أن يطلق عليه اليسار، كل هؤلاء كانوا أبعد ما يكون عن الديمقراطية. في تونس لم يكن الأمر كذلك، أليس نص على هالشيء دكتورة رجاء؟ في تونس يعني كانت هناك البرجوية التي حاولت القيام بتحديث التحديث اجتماعي وتحديث اقتصادي دون تحديث سياسي، ولكن اليوم أعتقد أن الأجيال الجديدة التي أشرت إليها والتي توجد في ما يسمى بمجتمع المدني، أستاذ حبيب، لم يعد الديمقراطية ليست مسألة مثقفين فقط ونخب، هي مسألة أجسام وسيطة ما يسمى بالمجتمع المدني. وهذا هذه نقطة مهمة جدا، لأن المجتمع المدني بجمعياته بفعالياته بقواه المضادة للسلطة هو الذي سيحمل هذا المشروع الدمقراطة. اليوم أعتقد أن هناك شباب خارج هذه الإيديولوجية، ليس ماركسيا، ليس شيوعيا، ليس قوميا، ليس ليبراليا، هو خارج كل هذا، هو له يعني أنا أحاول الانتباه إلى خطاب الشباب الذي يحتج على الأقل في تونس، ولكن هو شبيك جدا بالشباب يحتج في مصر، وإن كان القمع شديدا حاليا في مصر أو الشباب يحتج في مناطق أخرى من العالم العربي. هو يطرح قضاياه بطريقة مختلفة. أهم مرجعية بالنسبة لي هي حقوق الإنسان، نموذج حقوق الإنسان، لا يميز بين حرية فردية وحرية جماعية، لا يستحي من طرح قضايا كانت نخبنا اليسارية تستحي منها، مثل قضايا التحرر الجنسي إلى آخره. هذا ما أراه، أنا أرى فواعل اجتماعية وسياسية جديدة وتحمل فكرا جديد. ربما أكون مبالغة أو ربما أتهم بالجنيزم، يعني أنني أنتصر كثيرا إلى الشباب، ولكن أرجو هذا ما يجعلني يعني متفائلة خلافا لصديقي سلام. يعني تأكيدا لكلامك يا دكتورة رجاء، النظام السوري عندما قمع الثورة السورية في الأشهر الستة الأولى السلمية في سوريا، أول ما هاجم، أول من قتل واعتقل وسجن وأجبر على النفي هم الشباب. عدد الشباب الذين قضوا في هذه الثورة لا يعد ولا يحصى حقيقة في سوريا، تأكيدا لكلامك، وهم الأمل، وأنا بوافقك تماما. نعم. وفي تونس هم الأمل وهم يمثلون قوة كبرى اليوم، ولذلك يتعرضون إلى القمع. قبل أن نختم هذه الندوة بسؤال أخير، طبعا أود أنه كل واحد منكم يجيب بطريقته وبشكل موجز، احتراما للمتابعين لدي ثلاثة أسئلة سأطرحها عليكم، جواب واحد إلا إذا كان هناك من يخالف أو عنده جواب آخر. السؤال الأول، أيهما أسبق، الاستبداد أم الفساد؟ وهل يمكن أن نقول إن أحدهما مقدمة للآخر؟ من يحب أن يجيب على هذا السؤال؟ عزام تفضل، حط الصوت. موجود الصوت هالمرة ما شلته. لا حقيقة يعني الفساد يأتي نتيجة الاستبداد وغياب الديمقراطية وغياب الحرية وغياب النقد وغياب المساءلة، فأكيد الفساد يعني طالما هناك استبداد سيكون هناك فساد يعني حقيقة، وليس العكس أنه هناك الفساد يؤدي للاستبداد، بالعكس الاستبداد هو الذي يؤدي إلى الفساد حقيقة. والفساد في الديمقراطيات عزيزي عزام،
طبعا 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 بالديمقراطيات في فساد وفي رشوه، ولكن تختلف الدرجه. انا بعرف اللي سال هالسؤال اكيد عم يسال وبذهنه سوريا وبذهنه العراق وبذهنه ليبيا. اكيد في فرنسا عندنا يعني شويه الماس بيجي من افريقيا، شويه الشركه بتدفع من هون، يعني عم نعرف هاي القصص، ولكن بتضل اخف. الفساد في 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 الانظمه القمعيه المستبده منتشر بكل تفاصيل الحياه. يعني أنت الصبح تخرج من بيتك أنت تمارس فساد، أنت ضده ستمارس فسادا، ولا تستطيع أن تنقده، ولا تستطيع أن تنقده. في الديمقراطيات نستطيع نقد الفساد، هذا هو تماماً تماماً. في وزراء يسجنوا ووزراء يسجنوا بسبب الفساد تماماً. يعني نحن نعرف هلا بالسويد أحد الوزراء قدم اعتذار، يعني إنه يعني في مساءلة في الدول الديمقراطية، في مساءلة، في خوف. الفساد في الدول القمعية منتشر حتى على الصعيد الصغير. يعني علاقتك مع الشرطي فيها فساد، علاقتك مع الأستاذ فيها فساد، لك علاقة الواحد مع زوجته فيها فساد، علاقة بالمجتمع القمعي العلاقة مع الزوجة فيها فساد. كل شيء الفساد ينتشر بالحياة. يعني السؤال الثاني، ما سبب وقوع الشعوب العربية بين مطرقة الاستبداد الديني وسندان الاستبداد العسكري، وما السبيل للخروج من هذا المأزق؟ مين بيحب يجاوب؟ سلام تفضل. كنت عم بقول هاي بدها ندوة، ما صار بعد. خلي الاستاذ حبيب بإيجاز شديد، بإيجاز شديد. كانت هناك إجابات ضمنية حسب ما أظن في التأكيد. تكلمنا عن إنه قصدي الإرهاب وسيطرة الكلية على الإنسان جزء من أهم وسائل الاستبداد، فأظن وهذا جزء قانون بشري، يعني مش فقط عندنا، في كل مكان، في الستالينية، في النازية، في كل مكان، وعربيا أيضا نفس الحكاية. الاستبداد كمان الجانب الديني باعتبار أنه هو الأيديولوجية لي اللي يستخدمها الحاكم، هو طريقة لبقائه، لتثبيت. وكل المسرحية مثلاً الحاكم لما يروح يصلي الجمعة ومش عارف إيش، كلها مسرحية جزء من لعبة الاستبداد اللي تكلم عليها إتيان دوبيسي وإلى آخره. يعني هناك مسرحيات تعيد صياغة العبودية الطوعية وتعيد سيادة الاستبداد. هتوقف كده ربما. السؤال الأخير اللي كنت بدي أطرحه هو سؤال لنيني الهوية. ما العمل؟ ما العمل؟ ولكن في أحد المتابعين طرح المقدمة لهذا السؤال: تغيير النظام يظل تغييراً للصور والوجوه، كيف يتم تغيير العقلية العربية والثقافة المجتمعية؟ قد يبدأ التغيير من التعليم، لكن من في مصلحته أن يقود هذا التغيير؟ هل سنظل في هذه الدائرة المغلقة؟ هل من سبيل؟ السؤال هو فعلاً: ما العمل للخروج من حظيرة الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية؟ طيب عزيزي، أرجو جواب موجز، لأنه عبارة عن ختام. طبعا هذه الندوة كان يمكن أن تكون أكثر من ندوة وأكثر من ساعة ونصف. أبدأ فيك حبيب بما أنه بدأت فيك الندوة. كيف هو يعني لازم يكون نعمل ما عمله الآخرين لخروج من الاستبداد. الآخرين بدأت ثورة إنسانية لعبوها الفلاسفة، المفكرين، المثقفين، نشروا وعي جديد، تضامن مع الإنسان، مع المضطهدين، مع المعذبين، رفض للحاكم. هذه الثقافة اللي يجب أن تسود. دور المثقفين دور جوهري في الموضوع. تكلمنا على دور التعليم كمان، ما فيش داعي أكرر كل ما قلنا من قبل شوية. حكتفي فقط، الموضوع حيطول، حكتفي فقط على دور الثقافة والمفكرين والفلاسفة لوضع ما هم المفاتيح. قلنا فصل السلطات، قلنا التمييز بين الخاص والعام، قلنا أشياء كثيرة جدا في الموضوع. هذه يجب أن تكون، قلنا إعطاء الأولوية الرئيسية لقهر الاستبداد، القطيعة معه. إذا عملنا على هذا بهذا الصوت أكيد حنعمل مثل ما عملوا الآخرين. إحنا مش مختلفين، هومو سابيانس هو في فرنسا، في اليابان، في اليمن، في أي مكان. شكرا دكتورة رجاء. طيب ما العمل؟ أولا تجذير الديمقراطية في الواقع ببناء المؤسسات الديمقراطية وبالدفاع عن المؤسسات الديمقراطية. ثانيا الوقوف في وجه من يريد الانحراف بالديمقراطية، والديمقراطية هي أفضل
نظام سياسي في الكون، ولكن أكثر الأنظمة عرضة إلى الانحرافات التي منها يعني استخدام الديمقراطية في صالح الطبقة مالكة، في صالح الأثرياء على حساب الفقراء. يعني هناك يقظة ديمقراطية يجب أن نتحلى بها. ثم أخيرا التعليم والتربية على الديمقراطية والتربية على قيم المواطنة، لأن التعليم هو مصدر التنمية الأول، هو مصدر الثروة الأول. التعليم هو أفضل يعني استثمار على المدى البعيد. للأسف لا نعي هذا وننساه دائما. الدول التي نجحت في بناء اقتصاد هام إلى آخره هي تلك التي استثمرت في التعليم. التجربة البرجيبية كانت ناجحة نسبيا من الناحية، من عدة نواحي، لأن بورقيبة استثمر في التعليم، لم يشتري سلاحا، لم يكن كان يعي بأن التعليم أفضل من بناء جيش قوي. شكرا دكتور رجاء. عزيزي عزام. طيب أشكرك بدر، إذا بتسمح لي شوي هيك أتفق مع الجميع. أنا بدأت بخلاف مع الجميع وسأعود لأتفق مع الجميع، إذا يعني أنا بتفق كتير مع رجاء بتفاؤله بجيل الشباب يعني، وفعلا أنا متفائل بجيل الشباب هذا اللي انتفض بقوة. أتفق جدا مع ما قاله سلام بخصوص أفغانستان، يعني أنا كتبتها على الفيسبوك وتعرضت للشتم والسب. يا أخي أمريكا لم تهزم، المفاوضات شغالة بين أمريكا وطالبان من سنوات، وهناك شروط وضعتها أمريكا على طالبان وطالبان خضعت لها. فيعني أنا متفق مع سلام بكل ما قاله بخصوص أفغانستان. يعني مع حبيب متفق أيضا بدور المثقف، ولكن كما قلت عزيزي بدر وكما قالت رجاء، يعني أن المثقف العربي حين يتكلم وينتقد يحارب وتعرض للسجن والملاحقة والاضطهاد، يعني فلا يكفي دور المثقف. الآن سأجاوب على السؤال التي طرحته لميس، أنه لا يكفي تغيير الأنظمة. صحيح كلامك، صحيح لميس، تغيير الأنظمة ليس هو كل شيء، ولكن هو أول خطوة. إذا قلنا أن الخلاص من الاستبداد عندنا 20 خطوة، الخطوة رقم 1 هو الانتهاء من هذه الأنظمة، تخلص من الأنظمة، بعدين كما قالت الأستاذة رجاء بناء مؤسسات ديمقراطية. لا يمكن أن نتطور بدون ديمقراطية، لا يمكن أن نتطور بدون تداول الحكم في النظام، تداول السلطة، يكون في نقد، يكون في إعلام كسلطة رابعة، يكون في مدارس كما حكت الأستاذة رجاء وحكى الأستاذ حبيب وحتى سلام، يعني يكون في الاستبداد. يعني يمكن أن ننتهي من النظام الاستبدادي بإسقاط النظام، ولكن بعدين ما نغير العقليات، ما نغير التربية. لحد الآن بعد 24 سنة بفرنسا، أنا يعني أحيانا أتصرف بطريقة بحسة موروسة من 28 سنة عشتها بسوريا، يعني من 28 أخاف أن أنتقد، أو أحيانا أتصرف يعني في أجيال، نحتاج إلى أجيال من التربية وإعادة التعليم حتى نتخلص من الاستبداد وآثاره حقيقة. شكراً عزيزي عزام. سلام، أنهي معك. يعني أتفق مع الجميع وأضيف عاملان أساسيان. العامل الأول هو موضوع العلمانية. العلمانية، أقصد بالعلمانية ليس فقط ما يروج له ضد الأديان لدى البعض أو ما يستنبطه البعض من مفهوم العلمانية. العلمانية هي حيادية الدولة تجاه الأديان، وفصل الدين عن الدولة، ورفع يد الدولة عن الدين، وبالتالي أنا أخدم الدين وأسحب من يد الدولة الدين كسلاح للاستبداد، كسلاح استبدادي. هي ضد استبداد الديني وضد الاستبداد على الأديان، يعني مزدوج الموضوع. والشق الثاني اللي هو بيعتمد تماما على ما ذكره عزام ورجاء وأيضا حبيب، موضوع التعليم، ولكن ليس التعليم بالمطلق، وهو التعليم في موضوع العلوم الإنسانية، وخصوصا أيضا التوقف عند موضوع تدريب مجتمعاتنا على المواطنة.
نحن عنا لدينا فقدان كبير لمفهوم مواطنة. نحن رعايا، كلنا رعايا، من المغرب إلى المشرق نحن رعايا ولسنا مواطنين. عندما نصل إلى أن نتمكن من فهم دورنا كمواطنين أظن نكون قد قطعنا خطوة كبيرة للأمام. وشكرا كثير. شكرا لكم جميعا على فعلا هذه الندوة. أتصور أنها حاولت أن تغطي معظم وجوه الاستبداد وموضوعاته. طبعا ستكون لنا لقاءات أخرى ربما حول مواضيع تمت إلى الاستبداد بسبب لأننا لم نستنفذ بعد كل شيء. على كل الأحوال شكرا جزيلا لكم جميعا، وأتمنى لكم مساء طيبا، وإلى اللقاء في ندوات أخرى. وإلى المتابعين شكرا على متابعتهم، ولقاؤنا الثلاثاء القادم إن شاء الله. تحياتي، شكرا، مساء الخير. شكرا.